شنو قريتي؟ ممكن تعطينا فكرة على القصة المهم ديالها؟ قصة جميلة فيها بعض العبر. علاش كتكلم القصة؟ شنو هو المضمون ديالها؟ القصة علاش كتحكي؟ إذن الفكرة هي التعاون، تعاون الأولاد في بناء، يعني في بناء المنزل. شو اسمك؟ نعم؟ مدهلوش. علاش اخترتي بالضبط الاختيارات ديالك علمية؟ عرف راسك أول. اسمي عبد المنعم الصمالي، جيت هنا في رحلة مع المؤسسة النافورة زين من أجل قراءة بعض الكتب. يعني اختاريت كتاب أطلس الفضاء للمؤلفين هيزر كوبر ونايجل مانبيست. خدا هذا الكتاب موضوع حول الفضاء الخارجي وكيف انطلق اكتشف بعض المعلومات حوله وكيف اكتشف البشر الكون بعض المعلومات القيمة حوله. السلام عليكم، سميتي يوسف العمراني، كنقرا في السنة الأولى إعدادي في مدرسة نافورة العرائش. جينا اليوم في خارج لزيارة لمكتبة عبد الصمد الكنفاوي، المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي، وبالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جينا اليوم باش نتعرفوا ونقراوا شي كتب جداد ومعلومات نتعرفوا عليهم من مختلف مختلف الانواع في الفلك والفلسفه وجميع انواع اللي كاينه في العلوم. فكرت نقرا قصه ديال حياه الملكه كليوباترا حيت كان عندي واحد الشغف شحال هذه باش نعرف الحياه ديالها والحياه ديال ملوك مصر القدامى. فقريتها وصلت فيها شي معلومات واعرين على جداد عليها وعلى الملوك اللي كانوا عايشين معها بحال القيصر وانطونيو واعتقاداتهم اللي كانوا كيعتقدوا انهم كيتواصلوا على علاقه مع الالهه بحال راع وحرص. واستفدت بزاف ديال المعلومات وجميل بزاف هذا. يعني اهم هو تعرفتي على الاسطوره اللي تعرفت على ولا اعظم ملكه في التاريخ في تاريخ مصر. مصر وشكرا للمدرسه اللي درتنا هذا خرجا من هذا.